بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هناخد عندنا اخر جزء من اجزاء الماجنتيك. احنا ابتدينا الماجنتيك في شابتر 29 والنهاردة هنكمل شابتر 30 اللي بيتكلم على السورس اوف ماجنتيزم، وهنتكلم بعد كده على شابتر 31 اللي بيتكلم على فارادي فلو. هنستعرض مع بعض عناوين المحاضرة بتاعتنا. في الاول هنتكلم على نوتس من previous lecture، وبعد كده هنتكلم عن شابتر 30 اللي بيتكلم على السورس اوف ماجنتيك فيلد، وبعد كده هندخل في شابتر 31 اللي هو فاراداي لو. هنتكلم الاول على الفاراداي ثيوري، وبعد كده هنتكلم على الانديوس دي ام اف كالكوليشن، وبعد كده هنتكلم ونفهم سوا يعني ايه الماجنتيك فلكس وايه الفرق ما بينه وما بين الالكتريك فلكس اللي احنا خدناه قبل كده في شابتر 24، وبعد كده هنتكلم على الديفرنت ايتمز اللي بيأفكت الانديوس دي ام اف، وفي الاخر هنتكلم على الموشنال اي ام اف. هنفتكر مع بعض كده حاجه احنا خدناها من اول الترم. هنفتكر ان انا اي شحنه كهربيه، اي الكتريك تشارج بتاعتي ممكن تبقى بوزيتيف ممكن تبقى نيجاتيف، في اريا حواليها هي بتاثر فيها، والاريا دي انا بسميها الكتريك فيلد، تمام، وبديها رمز اي. خلاص، واتفقنا ان الالكتريك فيلد ده بيأثر على التشارج بتاعتي بفورس، والفورس دي بسميها الكتريك فورس لانها جايه من الكتريك تشارج، والفورس دي بتساوي اي في كيو. هو ده اللي احنا خدناه بالنسبه للجزء الكهربي وبالنسبه للالكتريك فيلد. بالمقابل احنا خدنا برضو المره اللي فاتت ان احنا لو انا عندي ماجنت، تمام، الماجنت ده هيبقى فيه اريا برضو بيأثر فيها، تمام، زي ما كانت الشحنه اللي عندي في اريا بتأثر فيها، والنتيجه ان الاريا دي اللي بتأثر فيها الشحنه الكهربائيه هي السورس بتاعتي، فعملت لي الكتريك فيلد. برضو نفس الكلام، الماجنت بيبقى موجود في اريا هو اللي بيأثر فيها، فبالتالي بيعمل حواليه فيلد، والفيلد ده بنسميه ماجنتيك فيلد. خلاص، التاني كنا بنديله رمز اي جاي من الكتريك فيلد، هنا بنديله رمز ماجنتيك فيلد ومعروف برمز بي، تمام، بيتقاس بوحده اسمها تسلا. خلاص، واي موفينج تشارج موجوده عندي داخله جوه الماجنتيك فيلد ده هتتاثر بماجنتيك فورس. واحنا خدنا المحاضره اللي فاتت ازاي نقدر نحسب الماجنتيك فورس دي، وخدنا الجنرال رول بتاعها اللي هو كان بيساوي كيو بي بي ساين ثيتا. يبقى زي ما قلنا سوا ان انا لو انا عندي الكتريك تشارج بيكون في اريا هي بتاثر فيها اللي هي الاريا اللي حواليها وبتعمل لي حواليها الكتريك فيلد، فانا بقول لك الفلو بتاع التشارج بير تايم اللي هو الكرنت لو ماشي في واير او في كوندكتر موجود عندي فهيعمل حواليه فيلد، بس المره دي هسميه ماجنتيك فيلد. تمام، الماجنتيك فيلد بتاعي ده طبعا ده فيكتور وبالتالي له ماجنتيود وله دايركشن. بالنسبه للدايركشن انا هقول لك عليها دلوقتي، بنعملها بامبير رول اللي هو بيقول لك ان انت بتحط صباعك اللي هو الثمب بتاعك في اتجاه الكرنت، تمام، وبتكون بقيه صوابع ايدك بتلف حواليه. يبقى لو هو كده، لو مثلا الكرنت ماشي ناحيه اليمين يبقى هتلاقي عندك الماجنتيك فيلد طالع، ولو هو ماشي ناحيه الشمال هتلاقي الماجنتيك فيلد داخل لجوه، تمام، وده اللي باين عندك في الفيديو. مره بيكون الكرنت بتاعك في اتجاه اليمين فبيوريك اتجاه الماجنتيك فيلد، وبعد كده مره بيكون في اتجاه الشمال بيوريك اتجاه الماجنتيك فيلد، تمام. يبقى هو ده الفيلد اللي بينشا حواليه الباسنج بتاع الكرنت في الواير. طيب، في السلايد اللي قبل كده احنا شفنا ازاي بنقدر نحسب الدايركشن بتاعت الماجنتيك فيلد. طب انا دلوقتي عايز احسب الماجنتيود بتاعتي، عشان انا قلت ان الماجنتيك فيلد ده فيكتور فلو ماجنتيود وده دايركشن، فانا عايز احسب القيمه بتاعت الماجنتيك فيلد اللي هو ناتج لمرور كرنت في واير. اول حاجه خالص، هو انا لازم كل الواير او كل الكوندكتورز اللي عندي تبقى شبه بعضها؟ الاجابه لا، لان انا ممكن يبقى عندي ستريت واير، ممكن يبقى عندي ستريت واير رحت انا لفاه في شكل زي لوب سيركلر لوب، ممكن يبقى انا عندي كذا ترن من الواير ده فمكونين لي حاجه اسمها سولونايد اللي هو ملف حلزون، تمام، ودي بتبقى كذا ترن كذا سيركلر ترن كده فوق بعض. يبقى في كل حاله فيهم وانس ان الكرنت بيمر فبيعمل حواليه ماجنتيك فيلد. انا دوري ان انا اعرف ازاي احسب الماجنتيك فيلد ده بعد تكاملات كتير خالص، وهي يعني ليفل عالي وانتم غير مطالبين بيه كماثيماتيكال وايز هنا في الماده، فاحنا بس هنستخدم الفاينل فورم بتاعه كل كيس لكل رول لكل كيس من الكيسز اللي موجوده عندي. فلو انا دلوقتي عندي ستريت واير بالشكل ده اللي موجود عندنا في اول فيجر، فاحنا اتفقنا ان انا بحسب الدايركشن بتاعته باستخدام امبير رول اللي هو بيقول لك ان انت الثمب بتحطه في الدايركشن بتاعت الكرنت وبقيه صوابع ايدك بتلفها حواليه، فبالتالي تقدر تحدد كده ايه الاتجاه بتاع الماجنتيك فيلد. ولكن عشان تقدر تحدد قيمه الماجنتيك فيلد اللي مر في اللي هو نتيجه لمرور الكرنت في ستريت واير، تمام، بقول لك ان البي اللي هو الرمز بتاع الماجنتيك فيلد هيساوي ميو نود
مضروبة في الاي اللي هو الكرنت اللي ماشي على 2π r. خلاص مين الميو نود دي؟ الميو نود دي البريميتيفيتي اوف فري سبيس، وده معناها قد ايه الوسط بتاعك بيسمح بمرور الماجنتيزم ده في خلال الوسط ده. تمام، يعني لو انت حاطط واير في ميه غير لما تبقى حاطه في زيت، غير لما تبقى حاطه في واتيفر الميديوم اللي موجود عندك. تمام، فهنا الميو نود دي بتاعه الفري سبيس دي عباره عن قيمه ثابته بتبقى موجوده وجيفن عندنا، ودي قيمتها 4π × 10⁻⁷. تمام، هيبقى احنا نضرب الميو نود في الكرنت اللي مارر في الواير على 2π/r. الكرنت طبعا عارفينه ده بيتقاس بوحده اسمها امبير، 2π مفيش مشكله. مين بقى الار؟ الار اللي موجوده عندي دي هي المسافه من الواير للنقطه اللي انا عايزه احسب عندها الماجنتيك فيلد. يبقى الار هي المسافه اللي هي بتبقى موجوده عندي العموديه، تمام، اللي هي بتفصل ما بين الواير بتاعي والنقطه اللي انا عايزه احسب عندها الماجنتيك فيلد. طب الكلام ده خاص بس بالواير اللي على شكل ستريت واير، ولكن لو انا عندي الستريت واير ده رحت عاملاه على شكل لوب، سيركلر لوب كده زي ما احنا شفنا، زي ما قدامنا في الفيجر اللي موجوده قدامنا هنا، وانا عايز احسب له الماجنيتيود وعايز احسب له دايركشن، اول حاجه الامبير لو ده ما بيطبقش الا في ستريت واير. فبالتالي هنا لو انت عندك سيركلر لوب، فلما نيجي نحسب الاتجاه بتاع الماجنتيك فيلد زي ما انتم شايفين كده هنلاقيه، بصوا كله كده في الفيجر اللي قدامنا دي متجمع ناحيه السنتر. تمام، يبقى لو انت عندك سيركلر لوب الماجنتيك فيلد بيكون متجمع عند السنتر اللي موجود عندي. طب لو انا عايز احسب قيمه الماجنتيك فيلد ده احسبه ازاي؟ قال لك سهل خالص، انا هحسبه باستخدام الرول بتاعي اللي هو بيقول لك ان البي بيساوي ميو نود اي على 2 r. خلاص، ميو نود في اي على 2 r. الميو نود احنا لسه قايلين عليها من شويه اللي هي البيرميتيفيتي اوف فري سبيس، ودي قيمه ثابته قيمتها 4π × 10⁻⁷. الاي هي قيمه الكرنت اللي مارل في اللوب اللي موجوده عندي، 2 r اللي بقسم عليها تحت، الار دي هنا الريديوس بتاع السيركولار لوب اللي موجوده عندي، يبقى دي الريديوس بتاعه السيركولار لوب. تمام، يبقى انا عرفت لغايه دلوقتي كام معلومه؟ انا عرفت 4 معلومات. عرفت ان انا لو انا عندي الورق على شكل ستريت واير البي بيساوي 2 ميو نود في اي على 2 باي ار، ولو انا عايز احسب الدايركشن بتاعته هستخدم امبير لو اللي بتقول لك ان انت الكرنت بتحط اتجاه صباع الثامب بتاعك في اتجاه الكرنت وبقيه الصوابع بتلفها حواليه يجيب لك الاتجاه بتاع الماجنتيك فيلد. ولو انت عندك سيركولر لوب بيكون اتجاه الماجنتيك فيلد موجود عندي متجمع في السنتر. تمام، وبتكون القيمه بتاعه الماجنتيك فيلد دي بتساوي ميو نود اي على 2 r. طيب نفترض بقى ان انا دلوقتي عندي كذا تيرن، كذا سيركولر تيرن كده فوق بعض زي ما احنا شايفين في الجزء الثالث او في الفيجر الثالثه دي، او على شكل حلزوني. لو كان الملف اللي قدامي ده على شكل حلزوني ودخل الكرنت زي ما انتم شايفين اي ان اهي في طرف، تمام، وهنا طالع من الناحيه اي اوت، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هيكون عندك ماجنتيك فيلد. تمام، الماجنتيك فيلد ده هيكون اتجاهه من النورث للساوث. تمام، طب انا دلوقتي عايز احسب اللي موجود عندي الماجنتيك فيلد ده كقيمه وكدايركشن. قال لك والله كقيمه بنستخدم الرول اللي قدامنا ده اللي هو بي بيساوي ميو نود في اي في ان اوفر ال. مين الميو نود؟ البيرميتيفيتي اوف فري سبيس اللي هي قيمتها ثابته 4π × 10⁻⁷. مين الاي؟ الاي ده هو الكرنت اللي مارر عندي في السولونويد. طب مين الان؟ هي عدد اللفات اللي موجوده عندي، السولونويد ده كام لفه؟ تمام، ديفايدد على ال اللي هو طول السولونويد بتاعي. تمام، يبقى ديفايدد على ال اللي هو طول السولونويد بتاعي. ساعات بنستخدم بدل ما احنا بنتكلم على ميو نود اي ان على ال، ساعات بنحط الان اوفر ال دي بنسميها ان سمول، وبنقول عليه ان الرول في الحاله دي بيساوي ميو نود اي في ان. تمام، طب بالنسبه للدايركشن، الدايركشن بتاعه الماجنتيك فيلد اللي مر نتيجه لمرور كرنت في السولونويد ده بيكون في الاكس بتاعه، يبقى في الاكس بتاع السولونويد بيكون الماجنتيك فيلد موجود عندي. تمام، هو ده الملخص بتاع السورس اوف ماجنتيك فيلد. يبقى انا دلوقتي عندي كام نوع من انواع الماجنتيك فيلد اللي موجود عندي؟ والله انا عندي ماجنتيك فيلد نتيجه لماجنت، لو انا عندي ماجنت هو والله بيعمل حواليه ماجنتيك فيلد. تمام، ودي بتبقى احجار معينه بيبقى عندها الخاصيه دي. طب لو انا عايزه دلوقتي اعمل ماجنت بطريقه ثانيه، قال لك سهل جدا، يبقى انا همرر كرنت في واير. لو مررت كرنت في واير هيعمل حواليه فيلد، الفيلد ده هيكون ماجنتيك فيلد. تمام، لو انا الواير ده ستريت هيعمل لي ماجنتيك فيلد، لو انا الواير ده سيركولر لوب هيعمل لي ماجنتيك فيلد، لو انا الواير ده سولونويد هيعمل لي ماجنتيك فيلد. تمام، طيب المسائل على الجزء ده مسائل سهله خالص، وبتبقى كلها معظم او معظمها كمان عباره عن تعويض مباشر في القوانين بتاعتنا. زي ما اتفقنا القوانين دي جت منين؟ جت من تكاملات كتيره جدا، تمام، لرولز ماثيماتيكال يعني هارد تو بروف بالنسبه لكم. تمام، فبالتالي احنا مطالبين بس بالفاينل فورم بتاعتها. في السكشن كل المسائل اللي خاصه بالشابتر ده محلوله، احنا بس بندي هنت كده في المحاضره وعشان خاطر تبقوا بس مجمعين احنا بنتكلم في ايه. يبقى احنا ان شاء الله باذن الله كل المسائل الشابتر الموجوده عندك ده هتبقى موجوده عندك في السكشن كلها محلوله.
تمام. وبكده يبقى احنا نهينا الجزء ده في شابتر 30. يبقى احنا لغايه دلوقتي خدنا ايه في الماجنتيك؟ خدنا اول حاجه يعني ايه كلمه ماجنتيك فورس وبتنشا من ايه، وخدنا ازاي نقدر نحسبها، وخدنا لو انا عندي تشارج موجوده جوه ماجنتيك فيلد هتمشي ازاي، وجاوبنا على الكلام ده وقلنا انها هتمشي في سيركلر موشن، تمام. وعرفنا نحسب الريدس والتايم اللي هي بتاخده عشان تعملي ريفوليوشن، وخدنا كمان ازاي انا اقدر احسب الفورس اللي بتاثر على واير ماشي فيه كارنت، تمام، وداخل ماجنتيك فيلد، وخدنا التورك اللي بينتج عن وجود لوب ماشي فيها كارنت وذن ايه ماجنتيك فيلد. وبعدين خدنا قلنا الله طب انا كل ده نتيجه للماجنتيك فيلد، طب الماجنتيك فيلد ده بيجي منين؟ السورس بتاعت الماجنتيك فيلد. فخدنا ان احنا ممكن يبقى عندنا ماجنت عادي وده بيولد لي ماجنتيك فيلد، وممكن كمان عن طريق ان الكارنت اللي بيمشي في الواير بيعمل لي فيلد حواليه، الفيلد ده بسميه ماجنتيك فيلد. وعرفنا ازاي كويس قوي نحسب الفيلد في كل حاجه من دول. ولكن في الشابتر ده انا ظهر عندي مفهوم جديد من خلال مايكل فاراداي اللي هو اسمه الكتروماجنتيك اندكشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ازاي ممكن تتولد عندي اي ام اف، تمام، الكتروموتيف فورس، يعني ازاي تقدر تطلع عندي فولتج سورس، تمام، من غير ما يكون عندي باتري، من غير ما يكون عندي سورس اوف جينيريشن، تمام. هو ده اللي ثبته فاراداي. فهو عمل ايه؟ هو جاب باتري، تمام، وزي ما انتم شايفين في الفيجر كده وصل طرف منها حطه في كويل على يعني حطه في كويل كده في برايمري كويل، تمام، وخد الكويل الثاني حطه كان لفه على الناحيه الثانيه وموصله بقى ميتر زي الفيجر اللي موجوده عندنا دي. ولاحظ ان هو بمجرد ما قفل السويتش اللي لونه احمر قدامك ده، الاميتر اللي متوصل في السكندري سيركت بتاعتك اتغيرت لحظيا، القراءه بتاعتها اتغيرت لحظيا. فالله هو ازاي اتغيرت؟ ازاي اتولد كارنت في الجزء السكندري ده وانا اصلا مش موصله بكهرباء، تمام. فاللي حصل ان فسر الكلام ده بان التشينج اللي حصل في الماجنتيك فيلد، تمام، هو ده اللي ادى لوجود انديوست اي ام اف، وبالتالي حصل انديوست كارنت. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما كان السويتش عندي مفتوح ما كانش فيه اي ماجنتيك فيلد لان ما كانش عندي اي كارنت ماشي في واير، خلاص. ولكن وانس اني قفلت السويتش بتاعي ابتدى الكارنت يمر في الواير فابتدى يعمل حواليه فيلد، فتغيرت قيمه الماجنتيك فيلد من زيرو لفاليو معينه نتيجه للتغير اللي حصل في الماجنتيك فيلد بتاعي ده، ابتدى يحصل انديوست اي ام اف، تمام، والانديوست اي ام اف دي ولدت لي انديوست كارنت، فبالتالي قدر الاميتر ان هو يشوفه لحظيا، تمام كده. هو ده اللي توصل له فاراداي في الاكسبيرمنت بتاعته. لو جينا بصينا كده للاكسبيرمنت اللي موجوده عندي في فيجر 2 هنا، انا عندي ماجنت، عندي كويل ولفاه انا عندي هنا وحطاه على وحطاه بموصله بجلفانوميتر. جلفانوميتر ده معناه اميتر بس فيري سنسيتيف للريدنجز، تمام. لوحظ ايه؟ لوحظ ان انت كل ما دخلت الماجنتيك فيلد بتاعك ده لجوه او طلعته لبره، تمام، بيحصل تغير او ديفيشن في الريدنجز بتاعه الجلفانوميتر ده، وده اللي متوضح عندك في الفاليو في فيجر 3. فمثلا لو بصينا كده، ادي الايد اللي ماسكه الماجنت، تمام، وادي حركه اتجاه الموشن في اول فيجر عندنا اللي هي فيجر ايه، فيجر 3 ايه، تمام. هتلاقي اتجاه الموشن بتاع ايدك، تمام، او الايد اللي ماسكه الماجنت ده داخله ناحيه الشمال. فايه اللي حصل؟ حصل ديفيشن لقراءه الجلفانوميتر الموجوده عندي، وده ينم على وجود كرنت حصل، تمام، نتيجه للتغير اللي حصل في الماجنتيك فيلد، تمام. طيب لو جينا بصينا، لو انا ثبتت ايدي زي فيجر بي، ايه اللي حصل؟ ثبتت ايدي بقى سواء كانت جوه اللوب اللي موجوده عندي او بره اللوب اللي موجوده عندي، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الريدنج بتاعه الجلفانوميتر بتاعتك ثابته، مش بيحصل لها اي ديفيشن، وده معناه ان مفيش اي كارنت اتولد. ليه؟ لان في الحاله دي ما حصلش مرور كارنت في الواير، تمام، ما حصلش تغير في الماجنتيك فيلد اللي موجود عندي، تمام. ولكن بالعكس تماما، لو انا جيت مشيت ايدي ناحيه اليمين، تمام، وده عكس اللي احنا عملناه في فيجر ايه، تمام، يعني بعدت الماجنت موجود عندي عن اللوب بتاعه الواير اللي هي متوصله بالجلفانوميتر، فهنلاحظ ان حصل برضو ديفيشن للاميتر ولكن للناحيه الثانيه، وده معناه عن مرور برضو كارنت، تمام، نتيجه للتغير اللي حصل في الماجنتيك فيلد، تمام. يبقى معنى كده ان انا لو لاحظنا كده هنلاقي ان انا مش موصله اي باتري في الموضوع، انا كل اللي انا عاملاه موصله سلك هو موجود عندي بجلفانوميتر، ولكن دخلت وخرجت، يعني بمعنى اصح ان انا حركت ماجنت بتاع عندي ماجنت عندي، فبالتالي زودت او قللت قيمه الماجنتيك فيلد الموجوده عندي. وفي الحالتين فيجر ايه وفيجر سي اللي هي فيجر 3 بيحصل ايه؟ بيحصل اختلاف في القراءات. ولكن لو ثبتت ايدي، يعني بمعنى اصح ما حصلش اي تغير في الماجنتيك فيلد بتاعي، فبالتالي ما بيحصلش اي انديوست كارنت. الكارنت اللي اتولد ده اللي اراجع الفانوميتر بنسميه انديوست، انديوست يعني جاي، يعني حتى بيسموه بالعربي مستحث، تمام.
لان هو جاي من induced EMF، تمام، اللي هي ناتجه نتيجه لمين؟ نتيجه للتغير اللي حصل عندك في الماجنتيك فيلد. فقالك والله طب ده حاجه جميله جدا، يعني انا ممكن استغل الكلام ده من هو يقوم بدور بدل البطاريه، تمام. يعني مثلا جينا بصينا في فيجر 4 هلاقي ان انا جايبه واير موصلاه باللامب، تمام، وعملنا الكلام ده اهو، جايبين كويل وموصلينه على ماجنت، تمام. فبالتالي ايه اللي حصل؟ كل ما نيجي نقرب الماجنت عندي انا هنا من اللوب اللي موجودة عندي، تمام، ايه اللي بيحصل؟ هنلاقي ان انت بتزود او بتقلل قيمة الماجنتيك فيلد اللي موجود عندك، فبالتالي بيحصل اندكشن للاي ام اف، فبتبتدي يحصل انديوست كارنت، فتبتدي تنور. وانس ان انت بتبعد عنها برضو نفس الكلام، ولكن وانس ان انت ثبت في النص ايه اللي بيحصل؟ ايه اللامب دي بتكون مطفية، تمام. فمن هنا زي ما مكتوب كده عندنا، فرادي كونكلودد ان الالكتريك كارنت كان بي انديوست ان لوب عن طريق بس التشينجينج اللي بيحصل في قيمه مين؟ الماجنتيك فيلد، تمام. لكن وانس ان الماجنتيك فيلد بتاعك ده بيريتش ستيدي ستيت فاليو، ستيدي ستيت يعني ثابته، ذن ذا كارنت ان ذا لوب ديسابير، ما بيبقاش عندك كارنت في اللوب. وبالتالي في الحاله دي ممكن تعتبر في حاله ان انت يعني الموصل او بتدخل وتخرج الماجنت بتاعك وذن الوب، في الحاله دي تقدر تقوم بدور سورس اوف اي ام اف، تمام. يبقى نكونكلود من الكلام ده حاجه مهمه جدا، ان الانديوست اي ام اف اللي هي الاندكشن اللي بتحصل للاي ام اف دي بتحصل عن طريق حاجه واحده بس اللي هو التغير اللي بيحصل في قيمه الماجنتيك فيلد. طيب انا دلوقتي عرفت ان في حاجه اسمها induced EMF، تمام، وبناء عليه بيتولد عندي induced current، وعرفت كمان السبب بتاع induced EMF اللي هو التغير اللي بيحصل في الماجنتيك فيلد. ولكن ازاي انا اقدر احسب قيمه الinduced EMF دي؟ فقال لك هو ده بالظبط فاراداي لو، اللي هو بينص على ان الاي بتساوي نيجاتيف ان دي فاي باي دي تي، تمام. الاي اللي هي الinduced EMF، ودي احنا عارفينها، ودي بتتقاس بوحده اسمها فولتج، تمام، جميل. الان هو عدد اللفات اللي موجوده عندي، تمام. طيب الدي فاي باي دي تي مين ده؟ ده التشينج اللي بيحصل في الماجنتيك فلكس بير تايم. يعني ايه؟ مين الفاي دي؟ اسمها فلكس. الله، فلكس، ده انا خدت الكلمه دي في شابتر 24، بس المره اللي فاتت كنت بكتب الفاي تحتها رمز اي على ان هو كان الكتريك فلكس، لكن المره دي انا هنا عندي ماجنتيك فلكس. يبقى انا لما بيحصل تشينج في الماجنتيك فيلد بالنسبه للتايم، تمام، ايه اللي بيحصل؟ بيتولد عندي induced EMF، خلاص. يبقى الاي هتساوي نيجاتيف ان دي فاي باي دي تي، النيجاتيف دي جايه من لينز لو، تمام. الحاجات دي اصلا انتوا اوريدي عندكم خلفيه عنها من قبل كده، بس يعني احنا بنكررها وعشان افهمكم بالظبط ازاي الكلام ده بيتحسب بالتفصيل، تمام. طيب يبقى انا دلوقتي اتفقت ان انا لما يحصل عندي تغير في الماجنتيك فيلد اللي هي دي فاي باي دي تي، بيتولد عندي induced EMF. يبقى احنا شفنا في السلايد اللي فاتت ازاي انا اقدر احسب الاي اللي هي الانديوست اي ام اف، وقلنا انها بتساوي نيجاتيف الان دي فاي باي دي تي. في السلايد هنا انا عايز افهمك ازاي اقدر احسب الفاي او الماجنتيك فلكس. فقال لك والله الفاي بتساوي بي في اي في كوزاين ثيتا. مين البي؟ ده الماجنتيك فيلد بتاعي. مين الاي؟ دي الاريا، وبتتقاس بوحده اسمها متر سكوير، خلاص. مين كوزاين ثيتا؟ دي الزاويه اللي بتوين البي والعمودي على الاريا، خلاص. يبقى احنا بنتكلم على الزاويه اللي محصوره ما بين قيمه الماجنتيك فيلد بتاعي والبربنديكولر على الاريا. نفتكر كده مع بعض، الماجنتيك فلكس معناه ايه؟ الماجنتيك فلكس ده معناه المساحه اللي بيمر بيها نمبر اوف ماجنتيك فيلد لاينز. يعني حتى بنعرفه بنقول هو از ديفايند از نمبر اوف ماجنتيك فيلد lines passing through a given surface، تمام. وده شبه بالظبط التعريف اللي احنا خدناه بتاع الالكتريك فلكس اللي احنا خدناه في شابتر 24، اللي هو عدد خطوط الالكتريك فيلد اللي كان بيبقى باس ثرو اريا معينه. يبقى نفس الكلام، ده عدد خطوط الماجنتيك فيلد اللي بتمر خلال اريا معينه، تمام. يبقى تاني، يبقى الفاي بيساوي ايه؟ بي في ايه في كوزاين ثيتا. الاي دي الاريا بتاعت اللوب اللي موجوده عندك، والاريا اللي انت بتعرضها للماجنتيك فيلد، ممكن تبقى سيركلر، ممكن تبقى ريكتانجولر، ممكن تبقى واتيفر، وهو بيديك دلاله للكلام ده، تمام. يبقى احنا كده نقدر نحسب قيمه مين؟ نقدر نحسب قيمه الماجنتيك فلوكس. طيب يبقى احنا كده شفنا ازاي نقدر نحسب الانديوست ام اف، قلنا انها بتساوي نيجاتيف ان دي فاي باي دي تي، وشفنا كمان ان الفاي بيساوي بي في اف كوزاين ثيتا. طب هو انا ممكن استغل التو رولز دول واطلع برولز كبير للانديوست ام اف؟ ايوه اقدر اعمل كده. فبالتالي لو جمعت الرول الاولاني مع الثاني اقدر احصل على الرول الثالث اللي هو الفاينل جنرال رول اللي احنا بنستخدمه، اللي هو الاي اللي هي الانديوست ام اف بتساوي نيجاتيف ان بدل دي فاي باي دي تي، هشيل الفاي واعوض عنها بقيمه الفاي نفسها اللي هي بي في اف كوزاين ثيتا، يعني دي باي دي تي للبي في ايه في كوزاين ثيتا. يعني ايه الكلام ده؟
يعني انا لو غيرت اي حاجه من الحاجات دي بير تايم يقدر يحصل عندي مين انديوست. يعني ايه البي ده لو اتغير، يعني لو انا غيرت عملت تشينج في الماجنتيك فيلد، فبالتالي ممكن اقدر احصل على قيمه مختلفه للانديوست اي ام اف. لو انا غيرت الاريا بتاعتي وثبتت البي والكوزاين ثيتا، يبقى معنى كده ان انا اقدر احصل على انديوست اي ام اف. ليه؟ لان هي هتعملي تشينج في الفلكس وبالتالي تقدر تعملي انديوس دي ام اف. طب لو انا غيرت الكوزاين ثيتا اللي موجوده عندي وثبتت البي والايه، تمام، اقدر احصل برضو على ديفرنت فلكس او تشينج بير فلكس بير تايم، وبالتالي اقدر احصل على انديوس دي ام اف. يبقى اي فاكتور من الفاكتورز الموجوده عندي دي لو غيرتها بير تايم اقدر احصل على انديوس اي ام اف. الكلام اللي احنا بنقوله ده نظريا جميل جدا، معادله وهغير حامل دي باي دي تي للبي او الاي والكوزاين ثيتا وتمام هحصل على انديوس دي ام اف. ولكن فيزيكلي بقى انا دلوقتي يعني عايزه افهم الكلام ده حقيقه بيحصل ازاي. يعني ايه اغير بي؟ يعني ايه اغير اريا؟ يعني ايه اغير ثيتا؟ يعني الكلام ده ازاي بيتم يبقى موجود عندي بصوره انا اقدر استوعبها؟ هو ده اللي احنا هنشوفه مع بعض في السلايد اللي جايه. طيب احنا في السلايد دي بنفهم مع بعض يعني ايه فيزيكلي ازاي اقدر اغير البي والاي عشان اقدر احصل على انديوس دي ام اف. يبقى بصينا للفكره الاولانيه، انا هنا بقدر اغير الماجنتيك فيلد عن طريق ان انا بدخل بزود قيمه الماجنتيك فيلد او بقللها عن طريق ان انا ببعد وبقرب الماجنت بتاعي، تمام، فبالتالي بالطريقه دي بغير الماجنتيك فيلد. وطالما غيرت الماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد بروبورشنال مع الفاي، فبالتالي بغير الفاي، فبالتالي بيحصل عندي انديوس دي ام اف. طيب انا فهمت الحكايه دي، ولكن يعني ايه اغير الاريا؟ فلو بصينا لفيجر 2 وفيجر 3 اللي موجوده قدامنا هنا، هلاقي ان انا عندي فليكسيبل لوب، تمام، موجوده اهي مره على شكل سيركلر كويل موجوده عندي فجاه في الفيجر الاولانيه. فلو انا زقتها من الجناب كده، تمام، وزقتها على بعضها، هلاقي ان الاريا اللي موجوده عندي دي غيرتها صغرتها، بمعنى اصح الاريا اللي تعرضت للماجنتيك فيلد شكلها اختلف عن ما كانت عليه. يبقى بالتالي بالطريقه دي انا غيرت الاريا بتاعتي، تمام. نفس الكلام لو انت عندك برضو اهي السيركلر لوب بتاعتك، وجيت انت رحت تعملها ستريتشنج من الجناب بالطريقه دي، بالتالي غيرت المساحه اللي متعرضه للماجنتيك فيلد، وبالتالي في الحالتين كده بتغير الفلكس، وبالتالي بتحصل عندك انديوس دي ام اف. طب هو ده هيغير في شكل القانون بتاعي؟ ايوه هيغير في شكل القانون. فالقانون بتاعنا بدل ما هو هيبقى اللي هو نيجاتيف ان دي بي في اي في كوزاين ثيتا باي دي تي، هيبقى بالنسبه لي انا هنا في الحاله الاولانيه وانا بغير الفيلد بس، البي بس هو اللي متغير، ولكن الاريا والكوزاين ثيتا ثابته، فبالتالي هنطلع الاريا والكوزاين ثيتا وتبقى دي بي باي دي تي. ولكن هنا لو انا جيت اتكلم على في الفيجرز اللي جنبها، انا بغير هنا الاريا، فبالتالي الاريا بس هي اللي هتتغير، فهتبقى ان في بي في كوزاين ثيتا دي اي باي دي تي، وما ننساش نحط النيجاتيف ساين بتاعت لاند لو، تمام. يبقى بالطريقه دي في الحالتين احنا بنعمل ايه؟ بنغير البي، سواء بنغير بي سواء بنغير الاي. طب هو انا ازاي اقدر اغير الثيتا؟ يعني دلوقتي شفت ازاي اغير ماجنتيك فيلد وازاي اغير قيمه الاريا، ازاي انا ممكن اغير الثيتا؟ والله لو انت جبت لوب عندك مش فلكسبل، تمام، خلاص، فهي بالتالي انت كده ضمنت ان الاريا بتاعتها ثابته، وجيت ثبتها داخل ماجنتيك فيلد انت عارف قيمته كويس، يعني قيمته مش متغيره، فبالتالي يبقى انت كده عندك البي ثابت ويبقى انت عندك الاريا ثابته. ولو انت قعدت تلف الملف ده او تلف الشكل ده بطرق مختلفه بحيث ان كل مره يبقى اللوب بتاعتك المساحه مش عموديه على الفيلد، او الاثنين مش يعني الاثنين مش عموديين على بعض، تمام، خلاص، يبقى معنى كده انت بتحاول تغير في قيمه الزاويه اللي موجوده عندك. هو انا ليه بقول لك مش عمودين على بعض؟ لان انت في فيجر 2 اللي احنا بصينا عليها دي اللي فيها سيركلر لوب، لو جينا بصينا فيها هنلاقي ان انت الاريا اهي وادي الماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد لما اتعمل على انه كروس بيبقى عباره عن كانه داخل جوه البيج انتو ذا بيج، وادي الاريا اللي موجوده عندك هنا، تمام، فهنلاقي ان الاريا بتاعت لوب بيربنديكولار على الماجنتيك فيلد، ولكن انا ما باخدش الزاويه ما بين ما باخد الزاويه اللي ما بين مين ومين، باخد الزاويه اللي هي ما بين العمودي على الاريا والماجنتيك فيلد. فيبقى العمودي على الاريا يبقى كانه بارلل للماجنتيك فيلد، فبالتالي الزاويه اللي موجوده عندي في الحاله دي بتبقى زيرو، فعشان كده الكوزاين زيرو بتبقى واحد. يبقى انا لو انا غيرت البوزيشن بتاعت اللوب دي هقدر اغير الزاويه، وبناء عليه ممكن برضو احصل على انديوست اي ام اف في الحاله دي. يبقى انا هنا في السلايد دي فهمت فعليا يعني ايه فيزيكال وايز ازاي نغير قيمه البي، ازاي نغير قيمه الاي، وازاي نغير قيمه الثيتا بير تايم، وبكده اقدر احصل على اي ام اف اندكشن انديوست. تعال نشوف بروبلم على الكلام ده. بيقول لك عندك كويل كونسيست اوف 200 تيرن، خلاص، وكل تيرن عندك السكوير سايد بتاعها على شكل سكوير، والسايد بتاعها بيساوي 18 سم، خلاص،
موجوده في ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد ده دايركتد بيربنديكولار على البلين. طالما قال لك بيربنديكولار على البلين يبقى معنى كده ان الثيتا بتاعتك بتساوي صفر، فيبقى كوساين ثيتا عندك بواحد. تمام. وبعدين بيقول لك الفيلد اتغير بير تايم من 0 ل 0.5 في خلال 0.8 سكند، فعايز يحسب الماجنتيود بتاعت الانديوسد EMF. طيب انا اول حاجه هعملها ايه؟ هنفصص كده مع بعض الجيفن. هو عطاني ان وعطاني ان انا اللوب بتاعتي على شكل سكوير، وطالما اللوب على شكل سكوير يبقى انا اقدر احسب الاريا. الاريا بتاعت السكوير ايه؟ السايد سكوير. وعطاني كمان السايد بتاعي 18 سنتي، يبقى لازم احوله لمتر، يبقى انا تمام اقدر احسب الاريا. تمام. وقال لك انها متعرضه للماجنتيك فيلد، الزاويه اللي ما بينه وما بين الفيلد 90، يبقى معنى كده ان انت ايه بتاخد بيربنديكولار على الاريا، يبقى معنى كده ان انت سيتا عندك اتفقنا انها بزيرو، فيبقى كوساين سيتا بواحد. وقال لك ان الفيلد عندك بيتغير من 0.5 في 0.8 سكند. الفيلد بيتغير، تمام. يبقى طالما الفيلد بيتغير يبقى هتقدر تحصل على ماجنتيك في على 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 قيمه للانديوس اي ام اف. تمام. طيب يبقى هنحسب منين الكلام ده؟ هقول لك اول حاجه تعملها نكتب ان الاي بتساوي نيجاتيف ان دي فاي باي دي تي، وده شكل الرول بتاعنا. والفاي بعد كده نكتب انها بتساوي بي في اف كوزاين ثيتا باي دي تي. طب الكوزاين ثيتا ثابته تطلع بره، والاريا ثابته تطلع بره، يتفضل لك انها نيجاتيف ان اي في كوزاين ثيتا في التفاضل بتاع دي بي باي دي تي. تمام. طيب هو انا الاريا عندي مش انا عارفه انها السايد سكوير، السايد ده هو سماه دي، يبقى السايد سكوير هنعمله سكويرنج. يبقى هناخد ال 18 دي نقسمها على 100 ونعمل لها سكوير، ونضربها في الان اللي هي قيمتها 200، ونضربها في الفرق اللي حصل على التايم بالنسبه للبي. تمام. فهو هنحط البي بتاعت الفاينل ناقص البي الانيشال على التايم، البي فاينل اللي هي 0.5، البي انيشال اللي هي 0 على التايم اللي موجود عندي اللي هي في خلال 0.8 سكند، وبالتالي نقدر نحصل على الانديوس اي ام اف بتاعي. طيب لو جاء لك والله لو انا وصلت الكلام ده بريزيستنس 2 قوم احسب لي الانديوست كارنت، يبقى هعمل ايه؟ ده انا عارفه من شابتر 27 ان الفي بتساوي اي في ار، يبقى لو انا عايزه احسب الاي هقسم الاي اللي انا طلعتها على مين؟ على الار. يبقى هاخد الاي الانديوست اللي موجوده عندي دي هقسمها على الار اللي هي قيمتها 2 قوم اللي هو عطاها لي، واطلع منها قيمه الكارنت اللي مورره عندي. يبقى احنا كده عرفنا في الشابتر ده ازاي نقدر نحسب الانديوس اي ام اف نتيجه لتغير البي، نتيجه لتغير الاريا، نتيجه لتغير الكوزاين ثيتا. الجزء ده من المثال هو الخاص اللي موجود عندك، اللي خاص بالجزء ده واللي على الجزء ده بالكامل. فبالتالي ده بروبلم نمبر 1 و5 و6 و8 و9، هما دول البروبلمز اللي عليك على الجزء بتاع الانديوس اي ام اف. تمام. وهو ده اللي احنا هنحله النهارده سوا مع بعض في المحاضره. افلات لوب اوف واير consisting of a single turn of cross sectional area 8 سنتيمتر سكوير. خلاص يبقى ده مين احنا بنتكلم في اول مساله موجوده عندنا problem number 1. قال لك والله اللوب اوف واير دي محطوطه بيربنديكولار على الماجنتيك فيلد. بيربنديكولار على الماجنتيك فيلد يبقى معنى كده انا باخد الزاويه اللي ما بين البيربنديكولار على الاريا والماجنتيك فيلد، بمعنى كده كوزاين ثيتا بواحد عشان ثيتا از ايكوال تو 0. تمام. وبيقول لك انها عرضتها لماجنتيك فيلد اختلفت قيمته من نص تسلا اب تو 2.5 تسلا في خلال 1 سكند. عايز يحسب الانديوست كارنت لو انا اللوب دي وصلتها ب 2 اوم ريزيستنس. تمام. حلو قوي. اول حاجه هنا الان ايكوال 1، الراجل قال لك هنا سنجل تيرن، لوب اوف سنجل تيرن. تمام. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ الان بواحد. وبعدين قال لك والله المفروض ان احنا نقول ان الاي بتساوي نيجاتيف ان دي فاي باي دي تي، التغير بيحصل في الفلكس بير تايم. طب هو الفاي بيساوي ايه؟ بي في اف كوزاين ثيتا. اتفقنا ان كوزاين ثيتا ايكوال 1 علشان خاطر هنا الزاويه از ايكوال تو 0. يبقى في الحاله دي كاني بقول لك انها نيجاتيف ان في كوزاين ثيتا في مين؟ في الدي باي دي تي للبي في الاي. طب هو الاريا اتغيرت؟ لا. ليه؟ لان هو ما قاليش انها اتغيرت، وما قاليش اي حاجه تفيد بالكلام ده، هو عطاني الاريا بس بتاعتنا وخلاص. يبقى انا الاريا هتطلع لي بره الديفرنشيشن، هتبقى رقم ثابت. يبقى بالتالي الان بواحد، الكوزاين ثيتا بواحد، الاريا ب 8 سنتيمتر سكوير لازم احولها فهضربها في 10 تو ذا باور نيجاتيف 4 هتتضرب في التغير اللي بيحصل بالنسبه للبي بالنسبه للتايم. الدي بي باي دي تي يعني معنى كده ان انا هحط، طالما هو مش عاطيني ايكويشن فانكشن في التايم يبقى مش هفاضل، ولكن هعمل ايه؟ الفاينل فاليو ناقص الانيشال فاليو على دلتا تي. الفاينل فاليو بتاعتي 2.5، الانيشال فاليو بتاعتي نص ومقسومه على تي اللي هي بواحد، بمعنى كده ان احنا هتطلع لي نيجاتيف 1.6 ملي فولتج. تمام. طب لو انا عايز احسب الاي هقول ان هي بتساوي الاي على الار، ومن هنا هقدر اطلع قيمه مين؟ قيمه الكرنت اللي مرر عندي في السيركت. يبقى احنا كده حلينا اول بروبلم بتاعنا. خلي بالك البروبلم اللي احنا حليناه ده شبه جدا الاكزامبل اللي فات، لان التغير عطيه لك هنا بالنسبه للبي بالنسبه للتايم، وهو هو بيتعامل بالانيشال بالفاينل ناقص الانيشال على الدلتا. تمام.
طيب لو انا عايزه احل المساله دي اللي هي بروبلم 5 عندنا، بيقول لك ان انت عندك فلكسيبل لوب زي ما موجود عندنا في الشكل ده، ودي سيركلر لوب الراديوس بتاعها 12 سنتيمتر وموجوده في ماجنتيك فيلد قيمته بي بتساوي 0.15 تسلا. خلاص بعدين بيقول لك the loop is grasped at point A and B and stretch until the area is nearly become zero. يعني دلوقتي النقطة A والنقطة B اللي موجودين على اللوب عندك دول اتضغطت من عندهم كده اللوب بتاعتك لدرجة ان الاريا بتاعتنا بقت في الاخر equal to zero، وده في وقت بيساوي 0.2 second. تمام، عايز يحسب الماجنيتيود بتاعت الانديوس دي هي في التايم انترفل ده. طيب من الكلام كده اللي هو قاله لنا، هو قال لنا قيمه ثابته للماجنتيك فيلد، تمام، وقال لنا اعطينا ريديس، وطالما ريديس وانا عندي الشكل دايره يبقى معنى كده ان انا اقدر احسب الاريا. خلاص، ولكن قال لك حاجه غريبه قوي، قال لك ان الاريا في الاريا كانت برقم وبعد كده قلت لغايه لما وصلت للزيرو، وعايز يحسب مين قيمه مين الانديوست اي ام اف. اتفقنا ان الانديوست اي ام اف بيساوي نيجاتيف ان دي فاي باي دي تي. الان قال لك عندك انت ايه، قال لك لوب واحده، ما قالكش كذا لوب موجوده عندك، يبقى بالتالي يبقى احنا عندنا الان بيساوي ايه، بيساوي واحد. تمام، وقال لك هو ما قالكش يعني قيمه معينه للثيتا، ولكن هو رسم لك الرسمه دي، فالرسمه دي معناها ان احنا اتفقنا الكروس اللي موجوده عندك ده معناها ان الماجنتيك فيلد ده داخل جوه البيج بتاعتك، وادي الفاليو بتاع، وادي الاريا اللي موجوده عندك دي هتبقى بيربنديكولار عليه. تمام، يبقى معنى كده انا باخد العمودي على على الاريا، يبقى معنى كده انها كانها بارلل لمين، للماجنتيك فيلد، فبالتالي كوزاين ثيتا هيساوي واحد، يبقى دي الان بواحد وكوزاين ثيتا بيساوي واحد. طيب فاضل لي كده ايه في الدي بي في الحاجه في الفاي، الفاي بتساوي بي في ايه كوزاين ثيتا، البي ثابته تمام والثيتا ثابته. تمام، يبقى مين اللي اتغيرت؟ الاريا. يبقى كان انا هنا العامل الوحيد اللي متغير بالنسبه لي هي مين؟ الاريا. يبقى انا دلوقتي هكتب البي الان اصلا بواحد، تمام، تايمز كوزاين ثيتا اللي هي بواحد، تايمز البي اللي هي بتساوي 0.15، كل ده مضروب في النيجاتيف اللي بره بتاع كلانز لو، تمام، مضروبه في مين؟ في التغير اللي بيحصل في الاريا من الفاينل للانيشال، زيرو ناقص الفاليو اللي موجوده عندي اللي هي باي ار سكوير. ولكن لو بصينا هنا في الحل هنلاقي ان القيمه الاولانيه اللي هي باي ار سكوير ماينس زيرو. ليه ده حصل؟ لان النيجاتيف اللي عندي بره دي شقلبت لي الفاليوز بتاعتي، يعني نيجاتيف الاي فاينل ناقص الاي انيشال هي كانها الاي انيشال ناقص الاي فاينل. يبقى تاني نيجاتيف الاي فاينل ناقص الاي انيشال، تمام، يعني نيجاتيف بره وبراكت اي فاينل ناقص اي انيشال هي كانها اي انيشال ماينس الاي فاينل. يبقى عملنا هنا باي ار سكوير في الاول ناقص زيرو ولغينا النيجاتيف بعد كده، فتفضل لك ان انت هنا ديفايدد على مين؟ ديفايدد على التايم انترفال اللي حصل فيه الكلام ده اللي هو عطيهولنا هنا 0.2 سكند، لو حسبناها هيطلع لك 33 ملي فولت، 33.934 ملي فولت. تمام، يبقى هي دي قيمه الانديوست اي ام اف عندي. لو بصينا هنا على بروبلم 6 هيقول لك هي نفس الفيجر بتاع البروبلم 5، وبيقول لك ان انت عندك سيركلر لوب اوف واير ريديوس بتاعه 12 سنتيمتر وموجود في ماجنتيك فيلد بيربنديكولار على التيم بتاع اللوب، وبعدين بيقول لك ان انت الفيلد ديكريز ات ذا ريت اوف 0.05 تسلا بير سكند. يبقى خلي بالك هو قال لك هنا ايه، خلي بالك ده انت هنا ما اتكلمش خالص على الاريا، هو قال لك ان انت عندك الار بتاعتك وكل حاجه، وقال لك ان هي الان بواحد، ولكن هو هنا قال لك مين اللي بيتغير، مين اللي بيديكريز بير تايم، هو الفيلد اللي موجود عندك. خلاص عايز يحسب الماجنيتيود بتاعت الاي ام اف، فدي سهله خالص، هيقول لك ان الاي بتساوي نيجاتيف ان دي فاي باي دي تي، الاريا ثابته وكوزاين ثيتا بواحد والان موجود عندي بواحد، يبقى معنى كده مفيش الا البي اللي بيتغير، هنضرب في الفاكشن في الفراكشن اللي هو عطاها لي دي اللي هي دي بي باي دي تي اللي هي القيمه بتاعتها بتساوي 0.05. وبالطريقه دي هنقدر نحسب مين؟ نقدر نحسب الانديوس اي ام اف. تعالوا نبص على الفكره دي، ودي فكره مختلفه شويه. لو انا عندي strong electromagnetic عايز يعمل بيعمل produce a uniform magnetic field of 1.6 تسلا، خلاص يبقى انت عندك electromagnetic، تمام، وموجود electromagnetic معناه زي كويل ملفوف على مادة ممغنطة، تمام، فبالتالي طالما انت عندك ماجنت في الموضوع فهيعمل لك magnetic field، magnetic field ده قيمته 1.6 تسلا، جميل، وموجود عندك الكروس سكشنال اريا بتاعه بيساوي 0.2 متر سكوير، وطالما عطانا الاريا يبقى عطانا الاريا وعطانا البي. خلاص، وبعدين بيقول لك ان ان انت عندك 200 لفه، خلاص، واتوصلت بالريزستنس بعد كده قيمتها 20 اوم، فعايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الكرنت اللي اتولد في الكويل ده لو هو قل في خلال 20 ملي سكند من الفاليو اللي كان عليها لغايه لما وصل للزيرو. يعني انت كانه بيقول لك الكرنت ده اتولد صحيح، تمام، ولكنه قل، تمام، قل في خلال 20 ملي سكند ووصل لقيمه ايكوال تو زيرو، فعايز يحسب قيمه الكرنت اللي موجوده عندي.
طيب نفكر كده مع بعض، انا عايزه احسب الكرنت اللي هو induced، يبقى المفروض احسب قبليها الانديوست اي ام اف، صح كده ولا لا؟ يبقى انا بتكلم في ان الاي بتساوي نيجاتيف ان دي فاي باي دي تي. جميل، نيجاتيف الان اللي هي مين؟ ال 200. جميل، دي فاي باي دي تي، الفاي بتاعتي بي في اي كوزين ثيتا. طيب ايه اللي اتغير عندي هنا؟ هل هو قال لي ان انا الاريا بتاعتي فلكسبل فتغيرت شدتها، عملت لها ستريتشنج، عملتها اي حاجه؟ قال لك لا، ده انا عندي لفه واير حوالين او لفه كويل حوالين ماجنت، فبالتالي ما لا ما اتغيرتش الاريا ولا حاجه. طيب هل انا دلوقتي عندي اتكلم على اي ثيتا في الموضوع؟ لا، ما اتكلمش على ثيتا في الموضوع، تمام؟ فبالتالي ما فيش، ما قاليش ان انا غيرتها بنسبه كذا او اي حاجه. هل هو قال لي ان هو غير البي؟ لا، ما قاليش برضه. طب الله، امال ايه اللي اتغير عشان يتولد لي انا اي ام اف وبعديها يتولد عندي كارنت؟ لو فكرنا كده، هو انا دلوقتي قال لي مش الكارنت ده حصل له ريدكشن، والكارنت اللي في ريدكشن ده مش انا دلوقتي لو انا عندي لفات اللي هو قال عليها دي، لو انت عندك يعني انت عامل ايه، عامل زي شبه كده كانك انت عندك واير لفه على ماجنتك، تمام؟ يعني كانك انت بتتكلم في كيس اوف سولونويد مثلا، خلاص. يبقى معنى كده ان احنا لو افتكرنا الرول بتاع السولونويد، البي بيساوي ميو نود اي في ان اوفر ال، صح كده؟ يعني بمعنى اصح لو الكارنت ال، مين اللي بروبورشنال معاه؟ البي. يبقى طالما انا الكارنت قل في الكيس الاولانيه بتاع كان بقى فاليو وبعد كده قل، يبقى معنى كده التغير اللي حصل حصل لمين؟ للبي، صح كده؟ جميل. يبقى انا دلوقتي هنتكلم بقى كده، نيجاتيف ان دي فاي باي دي تي اللي هي بتساوي نيجاتيف ان في البي في الاي في الكوزاين ثيتا فاينل ماينس البي في الاي في الكوزاين ثيتا انيشال على الدلتا تي. طب الكرنت في الاخر بقى بزيرو، الكرنت في الاخر بقى بزيرو، يبقى البي فاينل في ايه في كوزاين ثيتا كل ده الكنسل بقى زيرو، ناقص البي انيشال في الايه في كوزاين ثيتا باي دي تي. طب هي البي انيشال بتساوي ايه؟ البي انيشال هو عطيها لي قيمتها بتساوي اهي، هنا كان عطيها لي في الاول 1.6. طب والاريا اهي موجوده عندي 0.2، ليه هو عطيها لي انها بتساوي 0.2 متر سكوير؟ كوزاين ثيتا ما قاليش اي حاجه عليها، كوزاين زيرو هو اللي موجوده عندي، ديفايدد باي الدلتا سي اللي هي بتساوي 20 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 3 سكند. ليه؟ لان هو عطاها لي 20 ملي سكند. يبقى في الحاله دي اقدر احسب قيمه مين؟ اقدر احسب قيمه الانديوست اي ام اف. ونص ان انا حسبت الانديوست اي ام اف هقسمها على الار، هيطلع لي قيمه الانديوست كارنت اللي هو بيتكلم عليه. يبقى هو هنا ما عطلكش ان انت البي هي اللي بتتغير دايركتلي، هو قال لك الكارنت بيتغير، ونتيجه كده اللي هيحصل المفروض تتوقع ان معناها فيزيكلي وايز ان معناها البي هي اللي بتتغير. طيب تعالي نبص هنا مع بعض على اخر مساله علينا في الجزء ده اللي هي بروبلم 9. في البروبلم ده بيقول لك ان انت عندك 30 سيركلر كويل، الريجز بتاعها 4 سنتيمتر، وموجود في الريزيستنس، موجود عندك ريزيستنس قيمتها 1 اوم، موجوده في ماجنتيك فيلد، خلاص. والماجنتيك فيلد ده بيربنديكولار على البلين بتاع الكويل، يعني زاويه عندك بزيرو. وبعدين بيقول لك عايز يحسب الماجنتيود بتاعه الماجنتيك فيلد، الماجنتيود بتاعه الماجنتيك فيلد ده بتتغير مع التايم بايكويشن، بيقول لك ان البي بتساوي 0.01 تي بلس 0.04 تي سكوير، وقال لك ان البي بالتسلا والتي بالسكند. عايز يحسب الانديوس دي ام اف في الكويل لما التي بتساوي 5 سكند، عايز يحسب الانديوس اي ام اف. انديوس دي ام اف يبقى معناها نيجاتيف ان دي فاي باي دي تي اللي هو فاراداي لو. الان هنا في الحاله دي 30، دي فاي باي دي تي هنعوض عن الفاي بان هي بي في اي في كوزاين ثيتا. البي ثابته ولا متغيره؟ متغيره، لان هو عطاها لي فانكشن في التايم. طب والايه ثابته ليه؟ لان هو قال لك سيركولار كويل وما اتكلمش عليها، لا قال لك فليكسبل ولا شدتها ولا اي حاجه، يبقى بالتالي هو عطاك، يبقى احنا هنحسبها بانها باي ار سكوير، وما ننساش نحول الار من سنتيمتر لمتر بان احنا نقسم على 100، تمام؟ طيب يتفضل بقى عندك مين؟ الكوزاين ثيتا. الكوزاين ثيتا هنا هتبقى بواحد، يبقى هنقص مين؟ الدي بي باي دي تي. طيب يبقى هنعمل ديفرنشيشن باي تايم بالنسبه لمين؟ بالنسبه للبي بالنسبه للتي، تمام؟ يبقى هتتحول المعادله بتاعتنا من 0.01 تي بلس 0.04 تي سكوير، لانها كانها تبقى 0.01 بلس 0.08 تي، تمام؟ ليه؟ لان عملت ديفرنشيشن، صح كده؟ تمام. بس هو قال لك لما تي تساوي 5، يبقى معنى كده ان انا هشيل التي واحط بدل القيمه بتاعتها اللي هي بتساوي كام؟ 5. يبقى هضرب الان، هضربها في الاريا، وهضرب بعد كده في مين؟ في البي، ولكن بدل التي اللي موجوده عندي دي هضرب بدلها ب 5 اللي هو الفاليو اللي هو عايز يحسب عندها البي. في الحاله دي هقدر احسب الانديوس اي ام اف اللي موجوده عندي. وبكده يبقى خلصنا اخر مساله على الجزئيه دي. احنا ستارتنج من السلايد دي هنتكلم على عنوان جديد تكمله للي فات اسمه ايموشنال اي ام اف.
عشان نفهمه هنفهمه من خلال الفيجر اللي قدامنا دي. لو احنا افترضنا ان انت دلوقتي عندك كوندكتور الطول بتاعه L وبيتحرك بسرعة اسمها V directed to the right، تمام، within الماجنتيك فيلد بتاعك ده. مش احنا اتفقنا ان اي كوندكتور في الدنيا بيبقى موجود عليه شحنات، تمام، positive و negative charge، تمام. طيب وطالما انا عندي شحنة وموجودة جوه ماجنتيك فيلد يبقى اللي بيحصل، بيحصل انها بتتحرك خلاص، او بمعنى اصح هي متحركة، فهي هتتأثر بفورس، تمام. الفورس اللي هتتأثر فيها دي ماجنتيك فورس. هتساوي ايه الماجنتيك فورس دي؟ من شابتر 29 عرفنا ان الماجنتيك فورس الاف بيساوي كيو في بي ساين سيتا، تمام، وسيتا دي هي الانجل ما بين الفي والبي. وبما ان انا البي بيربنديكولار، يعني البي دايركتد لجوه والفي اهو تو ذا رايت، يبقى معنى كده ان الانجل ما بينهم 90، يبقى معنى كده كاني اقدر اكتبها ان الاف بتساوي كيو في بي، تمام، لان ساين 90 بواحد. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الشحنه اللي موجوده عندي دي شحنه متحركه جوه ماجنتيك فيلد، هتتاثر بفورس، الفورس دي ماجنتيك وهتساوي كيو في الفي في البي. طيب طب مش احنا اخدنا برضو قبل كده ان اي شحنه في الدنيا بيبقى في حواليها اريا بتاثر فيها، والاريا دي احنا بنسميها الكتريك فيلد؟ لك اه، ده انا عندي هنا شحنه برضو اهي بوزيتيف او نيجاتيف اللي بتعمل اريا حواليها، والاريا دي هي اللي بتاثر فيها، تمام، والاريا اللي بتاثر فيها دي بنسميها الكتريك فيلد. وطالما انا عندي الكتريك فيلد وعندي شحنه يبقى هتتاثر بايه؟ بفورس. الفورس هنا هتبقى اسمها الكتريك فورس. طب الفورس دي كنا بنحسبها ازاي؟ ها نفتكر كده مع بعض، شابتر 23 كان بيقول لك ان الفورس دي هتساوي الكيو في الاي. طيب عشان تفضل الشحنه بتاعتك دي متزنه في مكانها خلاص، ايه اللي يحصل؟ لازم يحصل اكليبريم ما بين الالكتريك فورس وما بين الماجنتيك فورس. يعني بمعنى اصح الكيو في بي اقدر اقول انها بتساوي الكيو في الاي عشان يحصل ايه؟ اكليبريم عندي. ولو بصينا كده ادي كيو في الاي بيساوي كيو في بي، ممكن اطير الكيو مع الكيو، يتفضل لك ان الاي اللي هو الالكتريك فيلد هيساوي مين؟ الفي في البي. يبقى احنا هنكمل اللي احنا قلناه قبل كده. يبقى الكيو في الاي هيساوي الكيو في بي، وتروح الكيو مع الكيو، يتفضل لك ان الاي بيساوي في الفي في البي. الاي ده ايه؟ ده الالكتريك فيلد. خلي بالنا احنا خدنا ان الالكتريك فيلد من شابتر 27 اقدر اربطه بالبوتنشال ديفرنس، بان عندي رول بيقول لك ان الدلتا في على الاقل هو هو بيساوي الاي، والرول ده شبه جدا الرول اللي احنا خدناه في الشابتر بتاع الكاباسيتور لما كان بيقول لك ان الفي بيساوي الاي في الدي، صح كده ولا لا؟ تمام. يبقى من هنا اقدر اطلع قيمه للالكتريك فيلد من خلال الالكتريك بوتنشال. يبقى اقول ان الدلتا في على الاقل هتساوي الفي في البي. نخلي بالنا ان الدلتا في دي هي اللي موجوده، الدلتا في على الاقل الجزء ده بنسميها البوتنشال ديفرنس، ولكن الفي اللي في الرايت هاند سايد ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الفيلوسيتي اللي ماشيه بيها البارتكل، تمام. يبقى معنى كده لو انا قعدت يعني ظبطت شكل الايكويشن دي، سبت الدلتا في في طرف لوحده وخدت ال في طرف لوحده، يبقى اقدر اقول ان الدلتا في بتاعتي هتساوي ايه؟ بي ال في. الدلتا في ده هي البوتنشال ديفرنس، البي اللي هو اليونيفورم ماجنتيك فيلد، ال اللي هو طول الكوندكتور نفسه، والفي الفيلوسيتي اللي هو بيتحرك بيها، تمام. يبقى معنى كده ان انا اقدر اولد او اقدر يبقى موجوده عندي بوتنشال ديفرنس طالما انا بعمل ايه؟ طالما انا بحرك الكوندكتور بتاعي within uniform electric field، تمام. يبقى لو انا دلوقتي عندي بوتنشال ديفرنس عايزاه يبقى متواجد، لازم اعمل ايه؟ لازم احافظ على ان الكوندكتور بتاعي ده يفضل يعمل ايه؟ يفضل يتحرك within اليونيفورم الكتريك فيلد. نخلي بالنا من النقطه اللي على جنب دي اللي بتقول لك ان if the direction of the motion is reversed، طبيعي جدا البولاريتي بتاعه البوتنشال ديفرنس هي كمان هتتغير. يعني لو انا جيت بدل ما مشيت تو ذا رايت كده مشيت تو ذا ليفت، هلاقي عندي الفاليو بتاعه البوتنشال ديفرنس الدايركشن بتاعها هو كمان هيحصل له ايه؟ هيتعكس، تمام. يبقى احنا كده وصلنا ان الرول بيقول لك ان الدلتا في بيساوي بي ال في اللي انتوا كنتوا زمان واخدينها في المدرسه او في الاي جي بان هي بليف، ان احنا كنا بنسميها بليف، تمام. يبقى احنا دلوقتي عندنا رول بيقول لك ان انا عندي اي بيساوي نيجاتيف ان دي فوي باي دي تي اللي هي بتبقى من فاراداي لو، وعندي رول ثانيه للموشن الاي ام اف بيقول لك ان هي بتساوي بي في ال في الفي. طيب انا دلوقتي عندي قانونين، واحد بيقول لك ان الاي بتساوي نيجاتيف ان دي فاي باي دي تي، وواحد بيقول لك ان دلتا في بتساوي بي ال في. انا استخدم انهي فيهم؟ يعني امتى ده استخدمه وامتى ده استخدمه، او بمعنى صح ايه الفرق ما بين الاثنين؟ خلي بالك الاي اللي هي الانديوس ام اف بتساوي نيجاتيف ان دي فاي باي دي تي، معناها ان لازم يحصل تشينج في الفلكس عشان يتولد عندك ايه؟ انديوس ام اف. والتشينج في الفلكس اللي بيحصل بير تايم ده يا اما ممكن يبقى عن طريق التشينج اللي بيحصل في البي، يا اما تشينج يحصل في الاريا، يا اما تشينج يحصل فين؟ في الانجل اللي بتوين ايه؟ النورمال على الاريا والماجنتيك فيلد نفسه، تمام. ولكن الرول اللي هو بيقول لك ان الدلتا في بتساوي بي ال في ده الموشنال اي ام اف، ده معناه ان بيتولد عندك فرق جهد موجود امتى؟ في حاله ان انت بتتحرك
بسرعه معينه جوه ماجنتيك فيلد عندك ثابت. تمام، يبقى انت عندك يونيفورم ماجنتيك فيلد تمام موجود قدامك، عارف قيمته معينه، وانت اللي بيسبب الحركه دي الكونتينوس موشن بتاعه الكوندكتور اللي موجود فيها. طيب لو انا دلوقتي افترضت ان ادي دلوقتي الماجنتيك فيلد بتاعي بي اللي لونه اخضر كده وموجود واخد شكل الكروس، يبقى معنى كده ان هو انتو ذا بيج تمام، وعندي تو سلايدز كده تمام ريل ومتوصل عليهم كوندكتور تمام. يبقى بمعنى اصح جيت خدت الكوندكتور ده واقدر احركه على التو ريلز اللي موجوده عندي هنا تمام، واخدت الطرفين بتوع الكوندكتور دول وموصلاهم بلامب تمام. يبقى نفترض تاني ان انا دلوقتي عندي كوندكتور، الكوندكتور ده طوله ال تمام، والمسافه اللي هي بتبعده من الار اللي او بمعنى اصح من اللامب اللي موجوده عندك بسميها اكس. خلاص كده. طيب ايه اللي هيحصل في الشكل اللي قدامي ده؟ طالما انا دلوقتي الكوندكتور ده بيتحرك نتيجه الابلايد فورس اهو بيتحرك اتجاه تو ذا رايت، ايه اللي بيحصل؟ اه ده انا عندي ماجنتيك فيلد وعماله احركه تو ذا رايت، يبقى معنى كده ان انا بزود الاريا اللي متعرضه للماجنتيك فيلد بتاعي، وطالما بزود الاريا او بغير في الاريا دي يبقى معنى كده ايه اللي بيحصل؟ الله، ده هيحصل عندي تشينج في الفلكس، وطالما حصل عندي تشينج في الفلكس ايه اللي هيحصل؟ هيتولد عندي انديوسد اي ام اف، واتولدت الانديوس دي ام اف بالنسبه لي، يبقى معنى كده ان انا عندي ايه؟ يبقى معنى كده ان ممكن يتولد كرنت، فممكن نستخدم الدايره اللي قدامنا دي كانها بدل الباتري. يبقى لو احنا بصينا كده هنلاقي في دايره ثانيه جنبها كانك انت حاطط اي ام اف مع الريزيستنس اللي هي تمثلك اللامب اللي موجوده عندك، يبقى ممكن اللي هو التشينج اللي بيحصل في الفلكس اللي موجوده عندك ده بالطريقه دي اقدر اقول ان ده بدل ايه؟ بدل الباتري. بس يا ترى بقى قيمه الباتري دي هنا هتساوي ايه؟ فقال لك والله تعالوا نشوف مع بعض. هو مش انا دلوقتي بغير في الاريا وبالتالي بعد ما بغير في الاريا بيحصل دي فاي باي دي تي، يعني معنى صح ان الاي بتساوي ان دي فاي باي دي تي، ان هنا خدت لك الماجنتيود بتاعتها، فبالتالي انا بتكلم على المودولس، يعني كاني شايله الساين كاني شايله النيجاتيف ساين اللي موجوده عندي. يبقى هقول ان دي فاي باي دي تي، والفاي بتساوي بي في اي كوزاين سيتا، البي ثابته وكوزاين سيتا ثابته، مين اللي بتتغير؟ الاريا هي اللي بتتغير نتيجه ان انا عماله ازود المكان طول ما انا عماله اتحرك ناحيه اليمين، فبالتالي دي ايه؟ باي دي تي. طب خلي بالك هي الاريا اللي موجوده هنا عندي دي اريا بتاعت ايه؟ الاريا بتاعت اللي متعرضه للماجنتيك فيلد اللي هي تقريبا ريكتانجل، فبالتالي هيبقى ال اللي هو طول الكوندكتور والعرض بتاعنا هيبقى الاكس تمام. طيب هو انا دلوقتي طول الكوندكتور ده بيتغير؟ لا، ليه؟ لان هو اساسا اهو متثبت في تو ريلز اهو موجودين عندك تمام، وهو بيتحرك بناء عليهم، فبالتالي ال نفسها ثابته، لكن مين اللي بتتغير؟ الدي اكس تمام. يبقى الاكس هي اللي هي العرض بتاعنا هو ده اللي بيتغير. يبقى لو احنا عوضنا في القانون هيبقى ان في البي في كوزاين سيتا، في بدل ما هنضرب بقى الدي اي باي دي تي، الاي نفسها هتساوي ال في اكس، الاي ال هتبقى ثابته فهتطلع بره، هيبقى في دي اكس باي دي تي، ودي اكس باي دي تي اللي هو مين؟ اللي هي السرعه. يبقى بالتالي وصلت لنفس القانون بتاعي اللي هو بيقول لك ان انت عندك موشنال اي ام اف اللي هي بتساوي بي ال في. يبقى قيمه الباتري اللي انت هتحطها في السيركت دي هتبقى بتساوي ايه؟ بي ال في. يبقى الرول ده مستنتج منين؟ إيه؟ مستنتج من الان دي فاي باي دي تي. تعالوا نشوف بقى هنا اكزامبل على الكلام ده. بيقولك ان انت عندك ايربلين ترافلز 1000 كيلومتر بير اور ان ا ريجن وير الارث ماجنتيك فيلد از اباوت 5 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 5 تسلا اند اتس كليرلي فيرتيكال. What is the potential difference induced between the wing tips that are apart 70 متر؟ تمام؟ يبقى انت عندك طيارة، الطيارة دي بتمشي او طايرة بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة في ريجن الماجنتيك فيلد بتاع الارض فيه بيساوي 5 في 10 اس ناقص 5 تسلا، تمام؟ والاتجاه بتاعه فيرتيكال، خلاص؟ فعايز يحسب البوتنشال ديفرنس اللي موجود عندك، ايه اللي هيحصل between الوينجز تمام؟ اللي هما 70 متر apart. طيب يبقى انا دلوقتي عندي مين؟ عندي السرعه اللي هي باليون بتاعتها كيلومتر بير اور، ودي لازم احولها للمتر بير سكند تمام، وعندي البي تمام اللي هو الماجنتيك فيلد بتاعي، وعندي كمان ال اللي هي المسافه اللي بتفصل الاثنين تمام اللي هي بتساوي 70 متر. يبقى معنى كده ان الدلتا في اللي هي قيمه البوتنشال ديفرنس اللي هو بيسال عليها بيساوي بي ال في تمام، هساوي 5 في 10 تو ذا باور نيجاتيف 5 تايم 70 تايمز ال 1000 اللي هي السرعه، بس احنا خلي بالك لازم نحولها من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند. هنحولها ازاي؟ من كيلومتر للمتر يبقى هضرب في 1000، ومن الساعه للدقيقه هضرب في ايه؟ 3600. يبقى كاني بقول لك 1000 على 3000 و600 هيطلع لك 0.97 فولت اللي هو تقريبا 1 فولتج تمام. يبقى احنا كده خدنا اكزامبل على الموشنال اي ام اف تمام. يبقى احنا بكده نهينا الجزء ده من المنهج.
كونكلوجن للشابتر بتاعي هنا، احنا ابتدينا نتكلم في الاول على حاجه اسمها الماجنتيك فلكس، واتفقنا ان الماجنتيك فلكس ده هو النمبر بتاع الماجنتيك فيلد لاينز اللي هي ماشيه في سيرفيس معينه خلاص، وبنديها رمز اللي اسمه فاي، تمام. واخدنا بعد كده فرادي لو اللي بيقول لك ان انت عندك انديوس اي ام اف ان لوب، الاندكشن بتاعت الانديوس اي ام اف دي هتبقى دايركتلي بروبورشنال للتشنج اللي بيحصل في الفلكس بير تايم. التشنج اللي بيحصل في الفلكس بير تايم ممكن يحصل بثلاث طرق، يا اما عن طريق ان انا اغير الماجنتيك فيلد اغيره بير تايم، او ممكن اعمل تشنج للاريا بير تايم، او ممكن اغير الانجل بتوين الماجنتيك فيلد والنورمال تو ذا اريا، تمام. ومن هنا طلعنا برول اللي بيقول لك اي بتساوي نيجاتيف الان دي فاي باي دي تي، واتفقنا ان الفاي هيساوي بي اي كوزاين ثيتا. النيجاتيف دي اتفقنا ان هي بيزد اكتشفها عالم تاني اسمه لانز ولو رول، وانتوا كنتوا واخدينه قبل كده، وعشان كده احنا كنا بنقول ان النيجاتيف دي ديو تو للانز لو، تمام. طيب لو انا جيت اتكلم على لو انا جيت الكوندكتور بتاعي ده بدل ما هو ثابت في مكانه جيت حركته في ماجنتيك فيلد، قال لك برضو هيحصل عندي موشنال اي ام اف، ولكن في الحاله دي هنساويها هنخليها بتساوي الدلتا في بتساوي بي ال في، وير ان البي هو الماجنتيك فيلد بتاعي، ال هي اللانس بتاعت الكوندكتور، والفي هي السرعه اللي هو ماشي بيها. هو دي القوانين اللي احنا خدناها في الشابتر ده. لو تلاحظوا القوانين اللي احنا خدناها مش كتيره وحاجات بسيطه جدا، خدنا كل الاكزامبلز اللي موجوده عندنا في الكتاب على الجزء ده بتاع الـ induced EMF. بقية الاكزامبلز ان شاء الله هتبقى موجودة عندكم في السكشن، وكده يبقى بالطريقة دي احنا نهينا الجزء الماجنتيك. الجزء الماجنتيك بتاعنا ابتدى من شابتر 29، خدنا شابتر 29 اللي هي الماجنتيك فورس، خدنا شابتر 30 السورس بتاعت الماجنتيز، وخدنا شابتر 31 اللي هو بيتكلم على فرادي لو وبيتكلم على الموشنال EMF. شكرا جزيلا، واتمنى تكون المحاضرة واضحة. شكرا. مرسي يا جماعه جدا. يبقى احنا كده بانتهاء الجزء ده يبقى احنا خلصنا الجزء الكامل بتاع الماجنتيك. احنا في الجزء ده خدنا شابتر 29 وخدنا شابتر 30 وخدنا شابتر 31. احنا في الجزء بتاع 31 ده غطينا كل المسائل الموجوده عندك بخصوص الانديوسد ام اف. بالنسبه للسكشن هناخد مسائل زياده وهناخد جزء زياده كده في السكشن، فلازم نبقى مركزين بيه. هيبقى السكشن عنده وقت اطول عشان خاطر يتكلم على التغير اللي بيحصل في الثيتا بالنسبه والانديوسد ام اف اللي ناتج عنها، تمام. وحلينا هنا في المحاضره كل المسائل اللي على الجزء ده. بالنسبه لشابتر 30 اتحلت كل المسائل بتاعته في السكشن بتاعنا وذكرنا اجزاء منه هنا، تمام. يبقى احنا كده ضغطنا عندك كل الجزء الماجنتيك. شكرا لكم جدا يا جماعه، واتمنى ان المحاضره تكون واضحه. ولو في حد محتاج اي حاجه احنا كده كده هنتقابل المحاضره الجايه، فممكن تبقوا تحضروا الاسئله او ممكن تبعتوها لي على جوجل كلاس روم. شكرا لكم جدا.